قال النائب عباس الماضي رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجوابين المقدمين ضد كل من معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة أن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن الاستجواب، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلب المقدم واستعرضت أيضا الرأي القانوني بشأنه، مؤكدا أن اللجنة عملت على مراجعة الطلب المقدم ودراسته وفقا للمواد الدستورية وإجراءات اللائحة الداخلية بمجلس النواب. ولإلقاء المزيد من الأضواء ولمعرفة رأي اللجنة وقرارها النهائي معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب عباس الماضي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لفحص جدية استجوابي وزيري المالية والطاقة. سعادة النائب، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا ما الذي توصلت إليه هذه اللجنة؟ مرحبا، مساء الخير، مساء عليكم وعلى المشاهدين الكرام. حقيقة اليوم اجتمعنا يعني اجتماع ثاني اللجنة، وتم دراسة جميع المحاور اللي قدمت حق استجواب وزير المالية ووزير الطاقة. واللجنة لاحظت بعد دراسة معمقة محاور استجواب أن ما نسب إلى الوزيرين المستجوبين لا يشكل مخالفة جسيمة ترتقي إلى أن تكون محلا للاستجواب. وعلى ضوء ذلك يعني اقتنعت اللجنة أن الاستجواب وفقا لما يعني توصلنا إليه غير جدي، وخصوصا ان الاستجواب قدم للوزراء على اثر قرار مجلس الوزراء زياده اسعار البنزين. ومعنى ذلك انه قبل هذا القرار لم تكن هناك اراده او نيه لدى النواب لاستجواب الوزراء، مع ان المخالفات امامهم كانت موجوده. وبعد ذلك يعني بعد كل هذه المناقشات المداولات استنتجت اللجنه من ذلك عدم جديه هذه المحاور. لذلك كان قرارها بعدم جدية الاستجواب لأنه ارتبط بأمور خارجة عن المحاور الأمر. نعم. الذي طبعا في النهاية توصلنا إلى أن تتجه اللجنة لهذه التوصية، وهي عدم الجدية في الاستجواب المقدم ضد وزير المالية ووزير الطاقة. إذا سعادة النائب، هذا ما استندتم عليه في هذا القرار وهو عدم جدية المحاور، إذا هل يحق لمقدمي الاستجواب الاعتراض على القرار أو الإصرار على الاستجواب للوزيرين المالية والطاقة؟ الآن طبعا اللجنة احنا بنرفع تقريرنا يعني بالكثير يوم غدا الصباح، وراح يعرض على جلسة المجلس يوم الثلاثاء، وراح يكون القرار النهائي عند المجلس القرار. قد يكون المجلس يتجه مع اللجنة ان الاستجوابين غير جدي، وقد يصوت المجلس عكس ذلك، عكس اللي هو قرار اللجنة. فالآن الأمر متروك طبعا إلى أصحاب السعادة النواب في الجلسة القادمة، هم من يحددون يعني هل يمشون مع اللجنة أو يمشون في الاستجواب. نعم، إذا سعادة النائب عباس الماضي، التصويت هو من سيحسم الاستجواب. سعادة النائب عباس الماضي رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية استجوابي وزيري المالية والطاقة، شكرا جزيلا.